احنا وصلنا لمرتبة الايمان وانتهينا وكفاء والجنة مفتوحة والسلام. لا يا اخي، التحذير من ارتداد الارهاب باتجاه الدول التي تصدره لسوريا نداء لطالما رفعته دمشق وتجاهلته الحكومات المصدرة للارهاب امثال حكومة النهضة الاخوانية في تونس، حتى بدأ الشعب التونسي اليوم يدفع من دماء ابنائه ثمن دعم حكومته للارهاب. في تونس كشفت تقارير داخلية النقاب عن ان المجموعات الارهابية المتطرفة المتواجدة بتونس اكتسبت خبرات من العائدين من مالي وسوريا. وفي هذا السياق يقول الباحث التونسي نصر بن سلطانة، وهو الخبير في سياسات الدفاع والأمن ورئيس الجمعية التونسية للدراسات الاستراتيجية، أن عدد الإرهابيين التونسيين العائدين من سوريا بلغ 17,000، مشيرا في السياق ذاته إلى تساهل الأطراف السياسية في التعامل مع هذه الظاهرة وغياب الإرادة الحقيقية للتصدي لها. وكانت صحيفة تونسية ذكرت أن وحدات أمنية كبيرة ألقت القبض على 7 أشخاص يشكلون قنوات استقطاب وتدريب وإرسال التونسيين للقتال في سوريا. تحرك الأجهزة الأمنية من جهة مع طرد قوات الشرطة التونسية كل من المنصف المرزوقي وعلي العريضي من تأبين شهداء عسكريين قتلوا بنيران إرهابيين مؤخرا، يعني أن الأجهزة الأمنية التونسية تحمل الحكومة الإخوانية في تونس مسؤولية تصاعد الإرهاب في هذا البلد. سياسيا أيضا، حملت الجبهة الشعبية التونسية المعارضة حكومة علي العريض ومن يقف وراءها وعلى رأسهم حركة النهضة الإخوانية مسؤولية الإرهاب الذي يوغل في دماء التونسيين. ما يحصل في تونس يعكس توافقا شعبيا وحتى من داخل مؤسسات الدولة بتحميل حكومة النهضة الإخوانية مسؤولية ما تشهده الساحة التونسية من تنامي لظاهرة الإرهاب الذي لطالما حذرت سوريا من خطورة تورط حكومة الإخوان في دعم